لو الحكاية فيها إن فيديو. كان نفسنا نتكلم عن إنجازات الطلبة وكان نفسنا نكرمهم النهاردة نجاحاتهم في المجالات المختلفة، بس للأسف إحنا بنتكلم عن عام دراسي شهد العديد من الاحتجاجات وشهد الكثير من الانتهاكات اللي على أثرها قامت قوات الأمن باقتحام حوالي 5 جامعات وألقت القبض على أكثر من 350 طالب واستشهد أكثر من 200 طالب استشهدوا فصل حوالي 600 طالب. أسباب الفصل بتاعتهم إما لقيامهم بعمل عنف وشغب داخل الجامعة فقاعة مختلفة، والجامعة محددتش قرارات الفصل إيه هي الوقائع دي ولا زمانها، أو لسب الإدارة إدارة الجامعة أو الحكومة بعبارات مسيئة على الفيسبوك، كلها أسباب غير منطقية لقيام إدارة الجامعات بفصل 600 طالب. طبعا الحكومة ما اكتفتش بكده بل عملت على سن قوانين على مدار العام الماضي علشان تحجم